ثم التحق بنا نائب رئيس النادي الافريقي مجدي الخليفي، نحكيو معاه على حقيقه الاوضاع الحاليه في النادي بيبي جديد. نواصل الحوار نتاعنا مع زياد التلمساني، كنا نحكيو على الفتره الثانيه شد فيها مدير رياضي في الترجي. انا قلت له ما كانش ناجح برشا، هو قال لي لا. بون، فمن تفاعلات جينا سي زياد، دخلت في نوفمبر 2004 مش في 2005 هكا ولا اي، خرجت في اوت 2005 والدوبلي كان في جوان 2006. لا جوان 2006 باهي مسالش، وانت خرجت قبل في اوت 2005 باهي مسالش باهي. وفسر لنا الحكايه هذه. نفسر لك اول حاجه، وقت اللي انا قلت لك لا مش صحيح، مش كلام راه باش نعطيك ديفي انا معناتها باش نبرر. فسر لنا مسالش. نفسر لك باهي. وقت اللي قلت انت نوفمبر 2004 نوفمبر 2004 باهي، نوفمبر 2004 وقتها صارت الازمه هذيك، وسي سليم شيبوب قدم ال الاستقالة نتاعو بعد 15 سنة و 14 سنة في رئاسة الترجي الرياضي التونسي. ستي ان كو كبير برشا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، راهو سي معناتها ضربة كبيرة للإكيليبر نتاع الترجي الرياضي التونسي. رئيس عمره 15 معناتها شد 15 سنة 15 موسم ورا بعضهم، وبعد تجي هيئة مديرة جديدة مازالت باش تتعلم، مازالت باش تشوف، مازالت باش تشوف معناتها كرة قدم مع والخفايا نتاعها. سكيني با فاسيل، خاطر سليم شيبوب متمرن ومتدرب ويعرف الخفايا والخباي اللي هابيتوي. شعلينا خدينا المسؤولية، خدينا المسؤولية مع زيزوهير مع سيناب الشايبي والعديد من الأخيان، خدينا المسؤولية وكملنا الموسم هذاك. يظهر لي كملناه بأخف الأضرار، رجعنا المستوى متاع الترجي ما هزيتو شيء في المرتبة السابعة. خسرتوا وقت الكوب مع جوفيس نتفكر سنة عطم فسر لك نحن راهو إيش نقول لك، كي جي تكلم تقول خسرتوا، شوف لي ديتاي اللي تعدينا بهم. صحيح خسرت، نعطيك ديتاي من ديتاي، خلينا نفسر لك هذه وبعد فسر لي مساج. دخلت سالتني انا باش انا نفسر لك ولا لا لا باش نعطيك حكايه وانت علق لي عليها. دخلتوا رابحين ماتش جوجيس هذاك قبل الواحد، حذرتوا حتى كار في باب سويق حكايات كيما هكا. لا 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 هذا اسمع، الفرق الكل تحذر، مش هذا المشكل. انا باش نحب ندخل في لي ديتاي نقول لك، نحن الفريق وقف على ساقيه، المهم هو انه الفريق وقف على ساقيه افيك دي مويان متوسطين ومتواضعين. انا نتذكر الوقت المفصلي، تسمع فيا، الوقت المفصلي عندنا مقابله مع فريق في جنوب افريقيا، نلعبوا مع فريق في جنوب افريقيا كاس افريقي 12 ساعه فواياج. الهيئه المديره نتاع الترجي الرياضي التونسي اجتمعت قالت باش نمشيو لجنوب افريقيا، عندنا مقابله نهار الاربعاء ولا نهار الخميس مع قفصه، ماتش روتار مع قفصه. قلنا كيفاش نعملوا هذا فواياج، وخذينا خذينا في مشينا في انفول ريغولي. علاش مشينا في انفول ريغولي؟ على خاطر وقتها الترجي الرياضي التونسي ما عندهاش امكانيات ماليه باش تاخذ طياره خاصه، وقتها ما عندناش امكانيات ماليه باش ناخذوا طياره خاصه، خذينا انفول ريغولي حتى نمشيو كل هيو المسافرين، تقعد تستنى وتروح وحاسب قبل ما نخرجوا من تونس. خذينا كلمه من عند الجامعه التونسيه لكره القدم وانه مقابله قفصه سيتم تاجيلها. تاجيلها علاش؟ لانه يوم الاحد عندنا النادي الافريقي نصف نهائي، مش معقول تمشي لافريك دي سود وتاخذ انفور ريغولي تروح نهار الاربعاء وتلعب نهار الخميس في قفصه. باهي واضح. دونك عطاونا تطمينات من تونس. وقت عيط لي عزيز زهير قال لي راني عندي تطمينات من الجامعه، وقتها نحن عندنا عضو جامعي كان في هيئه الترجي الرياضي التونسي، هو اللي اتصل بعزيز زهير قال له تنجم تمشي، راهو مقابله قفصه لن تتم وسيتم تاجيلها. قال لي تنجم تهز ليكيب وتمشي. مشينا خذينا الواحد نتاعنا ومشينا لافريك دو سود وعملنا مقابله طيبه، ونتصور يظهر لي عملنا تعادل ولا انتصرنا ولا انتصرنا، حسيلو عملنا مقابله ايجابيه ونتيجه أي. ايجابيه. وقت نحن غاديك في لافريك دو سود نهار اثنين عملوا لنا تليفون قالوا لنا لا راسكم تروحوا راهو ماتش قفصه مانتوني. ولهنا نقطة استفهام كبيرة اللي ما نحبش نجبدها. لا لا ما تحطليش نقطة استفهام، قول لي شنو صار. ما نعرفش. عطاونا كلمة بعد رجعوا في الدار في الحياص. ما شكون تتهم لهنا الجامعه؟ ما نتهم حتى. لا لا جيبون درت انا حطيتها. لا ما نتهم حتى واحد، انا ما نحب نتهم حتى واحد، مي انا نعطيك فيك في الديفي.
وذوما فو بوفي لي فيريفي. وقتي وصلنا غاديكا ولعبنا المقابله قالوا لنا لازمكم تروحوا. ولا شناش رجعنا معناتها رجعنا رجوع بريسيبيتي. باهي لهناش عندنا. نحن كنا كلاسي 5 ولا 6 في البطوله. باش نلعبوا قفصه. ونهار لحد نصف نهائي كأس تونس مع النادي الافريقي. لهنا فما قرار لازم يتخذ. يا فوزافي بور فوزالي بورسويفر لي دو ليفر ورا بعضهم وتجم تخسرهم الزوز. يا باش تعطي اولويه المقابله على مقابله. بيسكو نحن كلاسي 5 ولا 6 ولا 7 في الشامبيونان. دونك معناتها مستقبلنا مش بيدينا. شنو اللي بيدينا؟ هي حاطين الباك على ماتش الكلوب. صحيح حاطين الباك على ماتش الكلوب هذا هو صح. ولكن مش معناتها نقولوا استسهلنا قفصه ما استسهلناش. هبطوا الملاعبيه عملوا ان فواياج دو 12 الي و 12 روتور سكي ني با ريان 72 راهو برشا. وهبطوا الملاعبيه ولعبوا وكنا منتصرين واحد بشيء وفي اخر دقيقه عطلت قفصه سي دي شوز كيريف. واضح. دونك نتكلم لعبنا نهار الاحد ربحنا تعرف المقابله اللي ربحنا انتصرنا 4 بشيء وتعدينا للنهائي اللي النهائي ما سعفناش فيه الحظ لعده اسباب مانيش باش نرجع عليهم توا ولكن فما العديد من الاشياء خلي في برشا دي بوان انتروغاسيون زياد وذا يدخل خلينا نكمل خلي الجماهير تخلي اللوم عليك انت معناها عادي تو ما يلومش عليك يفسر لنا معناها هاني قلت لك فسرت لك مثلا التحكيم اللي شد لنا المقابله هذيك معناتها نحن ما كناش موافقين عليه. الجامعه كانت مستهدفتكم وقتها؟ ليه ما نقول الجامعه مستهدفتنا انا ما نحبش فما اطراف متراجعه كانت تحط في عصافه العجله؟ سي بوسيبل سي بوسيبل. شكون مثلا؟ ما شكون شكون ما فما كانت عباد ما تحبش الترجي تنجح وقتها. الرئيس السابق؟ تي ليه ما نحبش انا نقول لا رئيس سابق. لمحت. هاني قلت لك انا قلت لك فما اشخاص ما كانتش تحب الترجي تنجح. ما نقولكش رئيس سابق ما نتصورش انا كان فما رئيس ما يحبش الترجي تنجح ما نتصورش. ما يتجم يكون عباد خارجه عن الترجي الرياضي التونسي. مش هذا المشكله نتاعنا، المشكله نتاعنا هو انه وقتها صارت ظروف ما خلتش الترجي تخوض المقابله نتاعها في النهائي في احسن الظروف. وانهزمنا ومبروك على زرزيس ومبروك عليها. ولكن الترجي الرياضي التونسي بالفرق بالفريق هذاك نتاعها بالظروف هذيك بالوضع هذاك تو لي جوار اي لو ستاف تكنيك الكلهم سونتا فيليسيتي قمنا بالواجب وعطينا اللي نجموا نعملوه ولي جوار يزون اونوري لو مايو نتاع ليسبيرونس انت عملوا اللي عندهم وعطاوا اللي عندهم تبقينا ساعات الكوره تحب معناتها تعطي من التفاعلات زاد على الفيسبوك كيفاش لقيتوها الفريق في الوقت هذاك اللي خذيتوه؟ لقيناه متفكك رئيس جمعيه يخرج وخلى فريق فريق لقيناه متفكك لقينا برشا لاعبين اللي ما عادش يحبوا يلعبوا لقينا برشا لاعبين ديموتيفي لقينا برشا لاعبين مستواهم معناتها منهارين على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني خصوصا على المستوى الذهني منهارين مصدومين بخروج سليم شيبوب ويجمع هذا يتفهم معناتها سيتي با فاسيل لا ريكونستركسيون دو ليسبيرونس في الوقت هذاك ماهي سهله سيتي معناتها اون تاش اردو ديفيسيل ماهي سهله صحيح. ونحن قمنا بانتدابات كيما وبينان وانيري نتذكر ب 30 الف دولار معناتها حق كارها باليو انترناسيونال سانتوس اللي خذيناه من سي ابي واللي معناتها عدى عامين ولا 3 سنوات في اعلى مستوى فرانكو ليفي اللي جبته انا من ايطاليا بصفر من المليمتر لاعب لاعب بارابو سميتهم لانين ما نشخص برشا اوليفي لا بارابو ماركوس مثلا اسمع اوليفي انا نقول لك من بارمي لي جوار لي بلو دوي اللي دخلوا حديقه حسن بخوش مش بالضروره يكون من لاعب برشا باش ينجح معناها برشا حاجات لا 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 ان تيرم دو فالور انترنسيك اي صح جاي من كالشو فالور كبيره برشا ولكن من بعد ما تحطش في احسن ظروف جاي عنده اون بليسور في الشوفي نتاعو ما نعرفش انا من بعد وقت خرجت جي با كومباني الواحد وعلاش انا خرجت هذا السؤال لازم تسال صحيح ولا بالطبيعه انا خرجت على خاطر فما ضغط وقتها تحط على الترجي الرياضي التونسي وضغط حتى علي انا شخصيا
وانا في الوقت هذاك خممت في مصلحه الترجي ديال تونس. تقوليش ما تقوليش ما نقولك زاد كي لعب. ليه ضغط ضغط تحط ضغط منين تحط تحط ضغط تحط ضغط تحط ضغط على الترجي الرياضي التونسي. إيه سؤالي منين الضغط هذا فيزي موا علاش الفيزي موا بيرسونيلمون تسمع فيا ولا يودي ضغط. انا ماشي نقول لك صالح ولا علي ولا بيان محمد ليه ما مو شخص هو مهم هذا باش لعبت تعرف ضغط منظومه تعملت حاجه صار ضغط علي. انا كنت نجم نقعد خاطر عزيز زهير عمره ولا طلب مني باش نستقيل هذا للتاريخ. عزيز زهير سندني حتى اخر دقيقه. انا كنت نجم نقعد ولكن انا حبيت نضحي بين اونتر جيمي بنفسي باش جيفيت الضغط للترجي الرياضي لانه الضغط كان مصور عليا. فانا قلت بخروجي انا طيب ينقص الضغط على التيرون ايفيكتيفمون سي سكي سي باسي. وقت خرجت انا طاح التونسيون تحت وانا خرجت في ظروف توجيه نهار ونحكيها هيك ما حبيش تحكيها. ايه ما ايش نقول لك مش ما نحبش ولا مش خوف ولا ليه على خاطر نقول انا كل حاجه تو التاريخ يذكرها في وقتها حاجه بركه حبيت نصلحها وان تقولوا انه الظرف هذاك ما كانش به هذا غلط نصلحه وتتذكروا. خليني نفكرك من المقابلات اللي باش تقعد في تاريخ الترجي الرياضي التونسي وباش تقعد عالقه بذاكره الترجي والمحبين مقابله الترجي الرياضي التونسي والهلال السوداني تاع 5-1 هذيك ماتش معين صارت معنا نحن هذيك صارت معنا نحن وصارت في مش هذا سي زياد نقيسوا به النجاح في الترجي. فهاللي كما قلت لك الفتره الاولى كانت ناجحه بالالقاب كانت ناجحه الفتره هذه ما فيهاش القاب. كيف تجي القاب وقت انت في ستار السيزون انت كلاسي سيتي ورئيس الترجي كاريزماتيك خرج وخلى الاسبيرونس كيفاش تحب تنجح اخي انت توا رئيس عمره معناتها عنده 15 سنة من التسيير وكاريزماتي والناس الكل تتكلم كان بيه وسيم شيبوب وسيم شيبوب يخرج هكايا بعصا سحريه ترجي تحطها تمشي ستة في نورمال لو فات ليسبيرونس قعدت عملت اون بيريود دو فلوتمون تاع سيزون واحده يتسمى ان اكسبلوا قعد قعد فترات اللي كانت يتسمى ان اكسبلوا ليسبيرونس اللي عملت اون بيريود دو فلوتمون تاع اون سول سيزون يتسمى ان اكسبلوا. فما فرق وقت يخرج عليهم رئيس نادي يقعدوا بالعشر سنين وبالخمسه وسته وسبعه سنين باش يلقاو روح صحيح خاطر الترجي قويه بجمهورها قويه بحباها وقبيه قويه بمسؤوليها وبرجالها. نمشيو ل 2014 تفضل باهي. كيف الانتدابات فيها وعليها زاد ولا باهي راهو اللي يقول انتدابات يقول زياد تلمساني مش صحيح. تسمع فيا انت مدير رياضي كنت. لا مانيش مدير رياضي انا نائب رئيس مانيش مدير رياضي انا مدير رياضي عام 99 اما من بعد مع عزيز زهير ومع حمدي المدب كنت نائب رئيس. انا ما كنتش تجي في الملعبيه لا كنت عندي راي ونعطي راي مهم اي راي مهم ولكن مانيش قررش وحدي اللي قرروا انا وحمدي المدب زوز نحن قرر. لكن انت الفني انت العين نتاع الفني حمدي المدب مش فني حمدي المدب بون ما يعطيه هو فلوس. لا غلط غلط يقولوا يفهم في الكوره لا 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 اما وزيت تلمسيني لا غلط غلط حمدي المدب يعطي رايه زاد وساعات انا نقول له هذا يقول لي لا والراي الاخراني رايه هو خاطر هو رئيس نادي ملواش جايب شكون فني هو مش ياخذ راي شو المشكل يا اخي تو انت تخايب رؤساء الجمعيات ما عندهمش راي بالطبيعه عليه هذا هذا اللي مش معقول يا اخي فلورنتينو بيريس في ريال مدريد ما عطيش راي وعلاش زيدان زين الدين زيدان الى ديميسيوني المره الاولى على خاطر فلورنتينو بيريس عنده نظره مغايره لزين الدين زيدان وذي من حقه راه رئيس النادي من حقه باش يعطي رايه. دونك انا راني مش نتهرب من المسؤوليه بالعكس انا ديما نتحمل مسؤولياتي. تبقينا جينا للانتدابات تسمع فيا جينا للانتدابات. الانتدابات شنو هي؟ الانتدابات هي اول حاجه معناتها فو سيبلي شنو هي النقائص تاع الفريق نتاعك. فو زيت تونو بار دي كوتا اجنبي غير اجنبي يدخل البيدجي نتاعك ما يدخلش في البيدجي نتاعك ومن بعد تعمل الخيارات نتاعك ومن بعد تختار انت تقول شنو هي نوعيه الفريق اللي نحب فريق يلعب الكونترا تاعك نحب فريق عنده المونوبول دو لابال فريق تكنيك على ضوء الخيارات اللي تعملهم تعمل الانتدابات نتاعك. فما انتدابات اللي نجحنا فيهم مثلا وبرشا مثلا برشا فرجاني سيسي صعيب باش تلقاهم لا مش صعيب نتفكر في الاسم بدري لازمك تعرف حاجه باش نقول لك انا هذه فرصه بدري اول واحد جابه للترجي هو عبد الله اللي قدامك
بنشو قريته توا اللي جاء الترجي. انا جبته عام 2014 للترجي الرياضي. وعلاش ما كملش؟ ما كملش على خاطر الشيء اللي تهمنا فيه ما 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 نباي تي ريسبكتي. اما انت جيت جبت ماجنو كروز مثلا. شكون ماجنو كروز اللي كان نقطه استفهام؟ لا ماجنو كروز ماهوش نقطه استفهام بالكل. ماجنو كروز بشهاده المدربين اللي دربوه لاعب عنده امكانيات. انا نجم نجيب لاعب را فيه كفاءه، نجم را فيه كفاءه ونعطيه المناخ ولا نعطيه المدرب ولا نعطيه الستاف تكنيك اللي ما يعرفش يوظف. راهو الملاعبي بشر باش ينجح مش لازم لي كاليتي تكنيك نتاعو انترنسيك برك، ليه لازم يكون باهي في مخه، لازم يكون عايش مليح، لازم يكون ظروف العمل نتاعو ممتازه، لازم يكون خالص في شهريته، لازم يكون يحس وانه العباد تعطيه ثقه وتمنحه ثقه. ماغنو كروز سي تان جوار لي تكنيكمون لي دوي، ما عندنا حتى اشكال في الشيء هذا. وماغنو كروز جاء بصفر من المليمات. راهو نحن وقت اللي نعملوا دي ريكروتمون كان جاي انا عندي بيجي نتاع 2 و 3 مليون دو دينار، راني ما جبتش ماغنو كروز. راني جبت واحد 10 مرات اقوى من ماغنو كروز. جبت فخر الدين بن يوسف ببرشا مليارات. سامحني راني جبت واحد 10 مرات اقوى من ماغنو كروز. ريت التو اللي كليشي انت تتكلم فيك دي كليشي غلطي مثلا. كي تقول جبت فخري بن يوسف برشا مليارات، اول حاجه فخري بن يوسف وافق عليه مجلس اداره نتاع الترجي الرياضي التونسي، عملنا جلسه 12 عضو هما اللي وافقوا على جبان فخري بن يوسف. سي زيد كانك تقول في عقلك، في عقلك اللي فشلوا ما تاقلموش واللي نجحوا معناها في عقلك. فخري بن يوسف نجح اي في نجح نسبيا. لا 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 نسبيا نجح برابول الاسوام اللي تقال في في جبان ما تسمعش. لا وريت قلت انت تو الاسوام اللي تتقال فخري بن يوسف قاعد يجبني الصفقه جلوبالمون بينه هو بين الجمعيه نتاعو 7 مليارات. غلط ماهوش 3 سي زيد. غلط 3 مليارات للجمعيه نتاعو. غلط نقول لك علاش. قل انت كي تصحح جوار عقد 5 سنين وتصحح له 5 سنين 10000 دينار في الشهر، 10000 دينار اش تعطيك في الموسم؟ تعطيك 120 مليون ولا في الخمسه قداش تعطيك؟ 600000 دينار. وقول مثلا انت شريته من الفريق نتاعو ب 500000 دينار، دونك انت تقول الصفقه نتاع اللاعب هذايا مليار و100 الف دينار. غلط، اللاعب هذايا قعد معك سنه ونص يا اخي، انت خلصت له لي سالير وهو كي خرج بعته انت ما بعتوش، فسخ عقده وما يخش. اي ما بعتوش. اي انت معناتها انت ما بعتوش، سي ان شوا تفهمت. فرجاني ساسي تباع. نعرفش كيفاش التفاصيل، اما نجم يكون عطاه فلوس باش فسخ عقده. فرجاني ساسي تباع ولا ما تباعش؟ ما تبيعش فرجاني ساسي. ما عندكش معلومات مالتي. فرجاني ساسي 2.5 مليون المعلومه اللي عندي انا. الملاعبيه فسخوا فخر الدين بن يوسف فسخ قبل فخر الدين بن يوسف يمكن. أي. اما فرجاني ساسي تباع. وفي اللاعبين فما لاعب تشريه تربح فيه، فما لاعب تشريه وما تربحش فيه. وانت لاعب سامحني، ريت اللاعب انا مثلا لاعب عملت فيه ريكروتمون وما نجحش. سا بو اريفي صحيح ولا غلط؟ انا طريقة التسيير متاعي تسمع فيا، اللاعب هذاك ما نحطوش في تركينا ومعاش اللعب، وبالعكس كان نحب نبيعه نلعبه تيتولير ونخليه يلعب ونخليه يبرد بشغل ونبيعه ونشب ونعمل له شوية مكياج ونعطيه ضربة جزاء شوتها وشياذ نبيعه بخمسة نبيعه بعشرة. هذه طريقة التسيير. أنا راني ملوم على حتى واحد، ملوم على حتى واحد. أما هذوما اللاعبين لعبوا كأس العالم، مانيش انا عيط لهم كاس العالم، عيط لهم المدرب اللي عيط لهم، دونك عندهم فالور. وفخر الدين بن يوسف كان احسن جوهر معناتها يزيو من تغليط الراي العام. مانيش نغلطوا خاطر انت تو تجيب لي في معلومات. لا باش نكون واضحين، مانيش نغلط في الراي، عندهم معلومات قاعدين يتقالوا اكيد انت سمعتهم حتى من قبل. ما تجيش انت ما قلتلكش انا صح، انا تدي فرصه باش توضح. ما تجيش تقول لي قالوا، مانيش تعقل. لا 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 نقولك انا تجيبني، انا تجيبني انا باش نعطيك نوضح لك بيان سوي هذا جبتك ونقول لك. اما ما تقوليش قالوا ما قالوا ما قالوا ما قالوا، الا كان نحن باش نسمعوا القالوا ما قالوا ما يخرجوا منها. خلينا نفسر لك باش حابين نقول لك. قلت لك كلام قاعد يتقال، انت لهنا فرصه باش توضح هكا ولا مش مشكلة. اي نقول لك انا الحاجه اللي نجم ناكد لك فيها اللي انا في الترجي الرياضي التونسي قمت بشيء اللي نجم نعمله واجتهدت واعطيت كل ما في وسعي باش الاجتهاد نتاعي ينجح، ولكن
راني انا جو نسوي با لو سول ديسيدور في الاسبيرونس. فما رئيس نادي هو القرار الاول والاخر يرجع له. صحيح فما جوارات اللي انا حبيتهم وما حبهمش، فما جوارات بتاتر هو حبهم وانا ما حبهمش، تفهمنا على كلكو جوار ما تفهمناش على من اللاعبين هذم اجاي وكذلك سوكري اللي انت كنت تحبتهم يجيو الاسبيرونس واجاي تبيع بعد مشى سي اس اس تبيع برشا مليارات. هذوما من الحاجات اللي يحسبوا لزياده المثاني انه هو حب أنا يجيب. انا راني مانيش نساوم اليوم في الترجي، مانيش انا يحسبوا لي، مانيش نساوم ونحكيو في حقائق. نحن ترجي عائلتي قد ما نعمل انا معاها وديما ما عملت حتى شيء معاها. انا نجتهد انا في وقت من الاوقات سوكاري لعب كأس العالم للأصاغر موان دو 20 ans، لعب كأس العالم في أستراليا، من اللاعبين اللي نشحوا، من اللاعبين اللي برزوا، وريت أنه سوكاري عنده إمكانيات باش يضيفها ويكون عنده اون فالور اجوتي للميليو تاع الترجي التونسي، على خاطر سي ان جوار بوليفالون يعرف يفك الكرة، يعرف يكونستروي الهجمة، يعرف المونوبوليز لابال. في وقت من الأوقات خممت قلت يا جماعة هون بالنسبة لجاي كيف قعدت شهرين وانا نشوف فيه وشوفت فيه عنده دي كاليتي كبار. تبقينا وقت لي خرجت انا من الترجي التونسي خليتهم ذوما دو دوسي على ذمة الهيئة المديرة اللي هي معناتها قررت فيهم وبتات القرار متاحة معناتها يعرفوا علاش عملوا الشيء ذاك. انت تعرفهم تعرفش؟ لا والله ما نعرف. ملاعبي اخر ماريقا شنو حكيته؟ لا ماريقا خاتيني. انت ما لا ماريغا جيت لقيته في ترجي موقع. علاش ما كانش يلعب وقت؟ ما كانش يلعب على خاطر كوتا نتاع ترونجي. اي لكن فاليو كبيره ما كانش نجم يخرج من لاعب من اللي موجودين. ايش نقول لك؟ راهو وقت اللي تبداو تنجدوا على اسئله لازمك تشوفوا لي بارامتر الكل. انا دخلت نلقى ماريغا موجود موقع عقد بثلاث سنوات في الترجي الرياضي التونسي. وعندنا اجانب عنا إيديوكو أفول ويانيك نيانج. عنا أفول وعنا نيانج وكروز. لا وقتها ما فهمه بعد جاء كروز وجاء إيدوك بي أفول ويانيك. بلا بلا. يانيك أفول ويانيك وشكون إخر في بالي إيدوك. إيدوك جاء في بي مش كما واحد آخر بي وقتها الفالي فيران شوى تروازي ترونجي. نحن عنا تروازي ترونجي داكوردو. وقتها لو شوا تحصر ما بين شكون باش نخليه يا ماريغا يا يانيك. تسمع فيا ذكر يانيك فضلته على ماريغا معناها هي لو شوا. انا وقتها دخلت اسبوعين مازلت كي دخلت الترجي التونسي بعد اسبوعين وبعدها خرجوا. سامحني اسبوعين انا ما نعرفوش ماريكا جيت نلقاه يتري انا واحد با بعد اسبوعين لازمنا نعطيو القائمه الاخيره نتاع الكوب دافريك. دكور il fallait faire un choix ما بين يانيك وما بين ماريكا. وقتها خاطر نحنا اون ديسبونسي الدراجي. الدراجي خرج دونك ما عندناش صانع العاب الوقت هذاك ما عندناش صانع العاب. دونك اون اوبتي بور ماغنو كروز. قلنا نيميرو 10 ماغنو كروز. دونك ماغنو كروز وافول قعد مكان واحد لترونجي. دونك لازمنا ناخذ خيار ما بين يانيك وما بين ماريغا. انا او باش نقول لاول مره وللتاريخ باش نقول شنو اللي صار. داكور حمدي المدب عنده رأي وخالد بن يحيى عنده رأي اللي هو شنو ما نقولوش باي. اما ماهوش رأي معاكس. قعدت انا اربيتر حكم ثلاثة اراء. انا ما نعرفوش اللاعب. انت الفيصل شقلت مش الفيصل انا مش نعطي رأي كثالث. أي. انا ما نعرفوش. انا هاوش عملت انا عيطت خمسة لاعبين من الترجي الرياضي التونسي اللي هما الركائز. عيط حسين الراقد وعيط سامح الدربالي وعيط الافول وعيط معز بشريفيه وعيط لاعب اخر نسيتو. وقتلهم تواليكم انتم ثلاثة اشهر لاربع اشهر تتمرنوا مع
ماريجا وتتمرنوا مع أفول رانا وتمرنوا مع يانيك. نحن اليوم عندنا قرار باش ناخذوه. وانا ماريجا راني ما نعرفوش ليا اسبوعين جيت معاكم هنا ما نعرفوش مليح شنو تختاروا وشكون ينفع الترجي اكثر. تعرفش السونداج هذا ايش عطاه؟ عطاه يانيك 5 بشيء ليانيك يا معلم. باه انت هزيتو بعد البرتغال ولا ما عندكش مشى لجمعيتك؟ حتى علاقه مشى لجمعيتك؟ ما عندي بيه حتى علاقه. وشمام مشى لجمعيتي والاخر مشى لجمعيتي ما عندي بيه حتى علاقه. عندي بيه حتى 4 علاقه. واضح مازال عندي برشا اسئله. لا تو فهمت كيفاش. اي واضح. راه نحن في الترجي معناتها ما نجي باكم صاب سبهلله ولا قراراتك هيك مسيبه ولا واحد تعرف تاخذ مسؤوليه في وقت من الاوقات. راك مسؤول وجمهور حاطط عليك مسؤوليه ما لازمكش تخون العهده ولازمك تكون في المستوى ولازمك ما تخيبش المسؤوليه اللي عطاها لك الجمهور. دونك ماهيش سهله مش حاجه سهله. اخر سؤال كمان الوقت مازال عندك طموحات الجامعه ما عادش؟ مع اليوم الطموحات الوحيده نتاعي واني نقوم بخدمتي بالكدا واني نتلهى بشركه نتاعي ونخدم خليل ونخلص خدامتي في الوقت نتاعهم. الكره صحيح ومش الكره ليه الكره علاقتي بعدها الكره مغروم بالكره. انا نتفرج فريق الوطني نتفرج الترجي. ترجي فريقي عمري ولا نضيع مقابله نتاعي ولكن ما عنديش طموحات في الكره لا جامعة لا ترجي لا حتى شيء. شكرا ليك زياد التمثيل شرفتنا اليوم بحضورك بحضان. شكرا يا سجويني كيف في الإخراج. مازلنا مواصلين بعد شوية باش يكون بحضرنا نائب رئيس النادي الإفريقي مجدي الخليفي.